عمدا لرب منعم هدى لدين قيم. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل وهو أصدق القائلين: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال سبحانه: وما أنفقتم من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا. الملك لا يرتكب المحرمات، الملك أو الملك مجاب الدعوات ولا يدعو بشيء إلا بإذن رب الأرض والسماوات، فهذا دعاء من الملك مؤتمرا بأمر الملك سبحانه وتعالى: اللهم أعط منفقا خلفا. ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والأحاديث في فضل الإنفاق وذم الإمساك كثيرة جدا. قال صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: أنفقي، انفحي، ارضخي، لا توكي فيوكي الله عليك. أنفق ينفق عليك، أنفق يا ابن آدم، الحديث المتفق على صحته، ينفق عليك، لأن الله تعالى أكرم الأكرمين ولا يقبل أن يتكرم عليه ولا على أوليائه أحد، فهو ولي الذين آمنوا، ومن أنفق على الذين آمنوا الله يتولاه والله تعالى يحفظه في نفسه وفي ماله. هذه الخطبة نويت ألا أطيلها، لكن سأوصل رسالة مهمة، وهي أمانة في أعناق كل واحد منا، أمانة في عنق كل واحد منا، وسأقدم طرحا عمليا للوصول إلى نتيجة واقعة ومطبقة ولها نماذج كثيرة من أهل الخير والفضل. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي في فلات من الأرض إذ سمع صوتا في السحاب، السحاب جندي من جنود الله يسلطه الله على من يشاء، والأيام الماضية كان هناك رسالة لطيفة من الله تعالى للعقلاء الذين يتذكرون ويتدبرون قبل أن يهلكوا وتهلك دولهم معهم. إذا وقع البلاء عم، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قالت: أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث ولم ينكر، إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. السحاب يأتمر بأمر الله: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، في بعض التفاسير طغى الماء على الملك الموكل بإنزال الماء، ميكائيل عليه السلام، مسؤولية إنزال المطر منوطة به، فلا تنزل قطرة بأمره، لكن على قوم نوح جاء الأمر من الله مباشرة، طغى الماء عليه خلاص،
جاء أمر الله وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي. الأرض والسماء كلهم يأتمرون بأمر الله، ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فاعتبروا يا أولي الأبصار، إياكم أن تهلكوا وتهلكوا دولكم معكم بالترويج للظلم. إيش تقيم بيت إبراهيمي؟ يعني المسلم الذي يكفر النصرانية، والنصرانية الذي يكفر المسلم، واليهود الذي يكفرهما، تقول يجتمعون على عبادة واحدة. أي تناقض هذا؟ كيف يجتمع المؤمن مع الكافر؟ كيف يجتمع الإيمان الذي هو نقيض الكفر والكفر الذي هو نقيض الإيمان؟ ما الذي تريده بهذا؟ هل والله لا يريدون إلا إهلاكنا، والله إن أعداءنا يعرفون سنن الله تعالى في التعامل مع خلقه ربما أكثر من كثير منا. يعرفون أنه إذا انحرفنا عن الجادة سيتخلى الله عنا وسيكلنا إلى أنفسنا. قال اسق حديقة فلان، رجل يمشي في فلاة، والحديث رواه مسلم، فسمع صوتا في السحابة، اسق حديقة فلان، فتتبع هذه السحابة حتى وجدها قد أفرغت ماءها في حديقة، فجاء وإذا برجل يمسك بمسحاته المجرفة يحول الماء إلى حديقته، فقال يا عبد الله ما اسمك؟ قال فلان ابن فلان، للاسم الذي سمع صوتا في السحابة، سحابة مأمورة مؤتمرة بأمر الله بواسطة الملك الموكل بالسحاب الذي جاء في تفسير الرعد، الرعد الذي نسمعه الرعد القاصف، بأنه صوته صوت ذلك الملك الذي يزجر به السحاب، صوت. والملائكة حينما يسألون الإنسان في قبره يسألونه بصوت كالرعد القاصف. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فقال لماذا تسأل عن اسمي؟ قال سمعت صوتا في السحابة التي هذا ماؤها يقول اسق حديقة فلان فأخبرني. هناك سر بينك وبين الله، الله تعالى أراد أن يطلعني عليه وأطلع عليه خير خلق الله عليه الصلاة والسلام. انظروا سر هذا الرجل، الله تعالى أطلع النبي عليه الصلاة والسلام عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام أطلع أمته عليه، كنز عظيم، معونة ربانية، مدد إلهي، غوث إلهي من حيث لا تحتسب، تستغني به عن خلق الله أجمعين، يعزك الله، يرفعك الله، تصير علاقة مباشرة بينك وبين الله، خط مباشر بينك وبين الله. تخيل إنسان يلتقي بملك من الملوك ويقول له تجاوز مديرك، تجاوز وزيرك، تجاوز رئيس الوزراء، واجعل الخط بيني وبينك مباشرا، هذا رقم هاتف الخاص، إياك أن تتوالى عن الاتصال بي في أي حاجة لك صغيرة كانت أم كبيرة. أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الصحابة رضي الله عنهم رأوا النصرة من حيث لا يحتسبون، بدون أسباب ظاهرية رأوا النصرة الإلهية، المدد الإلهي، الغوث والعون الإلهي، رأوا بماذا؟ بالتقوى، بالمراقبة، بالامتثال لأوامر الله. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. انظروا واسمعوا أيها الإخوة الأحبة إلى هذا السر الذي أعطيه هذا العبد ووفق إلى هذه الكرامة ونقلت لنا، لا لنلتذ بسماعها فحسب، فإن العرض قائم لكل عبد من عباد الله، فليس هناك إنسان له خصوصية عند الله سبحانه وتعالى. هذه معاملة الله تعالى مع أوليائه ومع من قام بهذا الفعل. إنا كذلك نجزي المحسنين،
وكذلك ننجي المؤمنين. وهذا عطاء الله تعالى لمن فعل هذا الفعل، هذا سبب وهذا مسبب، هذا سبب وهذه نتيجة. قال: أما وقد قلت ما قلت، يعني الله أراد الله أن يكشف السر لك فسأبينه لك. قال: إني أنظر إلى ما يخرج من الأرض فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثه، وأرد فيها ثلثه. ثلث أتصدق بثلث، يعني يقسم الناتج الحصاد إلى ثلاثة أثلاث، ثلث أتصدق به، وثلث آكله أنا وعيالي، وثلث أرده أزرعه في الأرض. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. العرض أيها الإخوة الأحبة، كلنا يعرف ما يدور في غزة، غزة العزة، من تواطؤ العالم أجمع، العالم الظالم، على هذه الفئة التي بعون الله سيكون النصر للإسلام والعز للإسلام من هنا من عسقلان. خير الرباط رباط عسقلان، خير جهادكم الرباط، وخير الرباط عسقلان، أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أكثر من 14 قرنا من الزمان. فالخير قادم. إن أردت أن يكون لك عون من الله غيبي، نصر غيبية كهذا الرجل، وأن يكون لك سهم في إيجاد أولئك القوم الذين وصفهم الله تعالى بأنهم عباد لنا أولي بأس شديد، وأنهم في نهاية الزمان سيسوؤون وجوه أبناء القردة والخنازير، يسوؤون وجوههم، سيدوسون عليها، سيذيقونهم الذلة والمسكنة التي ضربها الله تعالى عليهم، ويحرر المسجد الأقصى من براثنهم. إن أردت أن يكون لك سهم من ذلك فخذ هذه الوصفة الربانية النبوية التي لا تحتاج إلى تجريب، وهي مجربة اجتمع فيها صدق المخبر وتجريب واقعي، ثمرة واقعية. ماذا تفعل؟ لا أقول لك ابدأ من الثلث، ابدأ من العشر، من العشر أو ما تيسر، لكن تجعله مقطوعا من راتبك، لا تصرف لك فيه، لا تصرف لك فيه، جزء مقطوع. راتبك 500 تجعل 50 دينارا، هذه لا دخل لك فيها. افرض أن الدولة فرضت ضريبة عليك وضاج الشعب في النهاية سلم للأمر الواقع، افرض أنك اشتغلت في الهاتف قليلا وأنت تسوق السيارة فقطعت إشارة حمراء لا قدر الله، أو مخالفة سرعة زائدة، اجعل، لا أقول مخالفة، اجعل قربة لله سبحانه وتعالى بالإنفاق على هؤلاء القوم كل شهر تقتطع هذا الجزء. أنا أعرف بعض العشائر اجتمعوا في ديوانهم وقرروا هذا، كل رجل بالغ، كل رجل بالغ كم تريد، مش هل تريد أو لا تريد، كم تريد أن تتصدق على أهلنا في غزة حتى لا يموتوا جوعا، حتى لا تبرأ منا ذمة الله. أيما أهل عرصة باتوا وفيهم جائع وهم يعلمون إلا برئت منهم ذمة الله. ليس بمؤمن من بات شبعان وجاره جائع وهو يدري. كلنا يدري أن عشرات الآلاف بل مئات الآلاف يبيتون جوعا عطشا عراة تحت خوف القصف، ونحن ندري كيف يطيب لنا العيش أيها الإخوة الأحبة. فمن كان صادقا في مشاعره تجاه هؤلاء القوم يفعل ذلك. خصص جزءا من راتبك، اعتبر أن الله رزقك ولدا، أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، اكفل يتيما من أيتام غزة وما أكثرهم، ألوف عشرات ألوف الأيتام اكفلهم. كيف تفعل؟ اجعل هذا الجزء. يفعلون هكذا كشف فيه الأسماء، وكل شهر أنت تأتي، لا تنتظر أحد يتصل بك
أنت تأتي اتفضل أيها الجامع لهذا المال تجمعه. والله من عشائر يعني ليست بتلك الكبيرة طلعوا 50,000 و60,000 و30,000 مساجد أخرجت مبلغ يقابل هذا، مساجد أهل مسجد اجتمعوا على فئة منهم وشكلوا مجموعة خاصة وصاروا هكذا يجمعون. وبفضل الله تعالى، بفضل الله تعالى، الأردن على صغر حجمها وعدد يعني سكانها القليل بالنسبة لغيرها من الدول والموارد القليلة بالنسبة لدول نفطية تستطيع أن تغرق أهل غزة بالمعونات، الأردن ربما رقم واحد في إعانة وإغاثة هؤلاء. وهذا مدعاة أيها الإخوة الأحبة أن يحفظ الله هذه البلد، أن يحفظ الله أمن هذه البلد بسبب الخير الذي موجود. لا أقول إن غيرنا ليس عندهم خير، عندهم خير كثير، ولكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا فضل الله تعالى على أهل هذا البلد أن اختارهم لنصرة إخوانه، وإن كانت النصرة المقدمة والمعونة المقدمة لا تفي بالغرض، ولكن هذا خير كثير موجود، ونسأل الله تعالى المزيد. وسنبقى نرغب ونتكلم ونوجد طرقا وأسبابا لحل هذه المشكلة. فكل عشيرة، كل أهل مسجد، كل أهل ديوان، كل أهل وظيفة نقابة بغض النظر يجتمعون على أناس منهم أمناء ويجمعون المال بهذا الترتيب المخصص. خلاص لا تعتبر لنفسك في هذا المبلغ أي حق، وتنفقه وتعطيه، ويكون هناك تنسيق مع الجهات المسؤولة عن هذا. عندنا في الأردن جمعيتان أو جهتان مرخصتان وعملهما واضح وثمرات عملهم واضح، الهيئة الهاشمية، جمعية الهاشمية ووقفية خير الأردن، جهتان مرخصتان وعملهما دؤوب في إيصال الإغاثة والخير إلى إخواننا. إذا كان هذا فبها ونعمت، وإلا فحساباتهم في البنك الإسلامي وغيره موجودة، تستطيع أن تتعرف عليها، وكل شهر تذهب تضع هذا في القسم المخصص لإيصال الإغاثة لأهلنا في غزة. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم للعمل بما سمعنا. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي.